اقرأ ورتل الورق فوق مواجع، داوي الفؤاد بخير كلم ينطق، أنضخ عيونك واغتسل بهديرها، هذا الشقاء بقول طه يغرق. ياسين أندت في النفوس نقاوة، والكهف قصت كيف قدر يرفق، وإذا غشاك الليل جوف نهاره فبمريم العذراء أمل يصدق. تبعوه في الغار البعيد وصحبه بثبات توحيد وصدق يأبق، وببدر والأحزاب قصص بطولة لرجال حرب للإله تمزقوا. أوفوا العهود وسابقوا بدمائهم، والآي يحمد سعيهم ويوثقوا. أيوب بالزهد العظيم مناجيا، نعم الثواب لصبر ألم يزهق، نعم الثواب لصبر ألم يزهق. اقرأ ورتل الورق فوق مواجع، داوي الفؤاد بخير كلم ينطق، أنضخ عيونك واغتسل بهديرها، هذا الشقاء بقول طه يغرق. يا يوسف الصديق روض صبرنا، فختام قصتك الحزينة يشرق، ومحمد جمع الشمائل كلها، وبه الفضائل تستدل وتألق، ومحمد نزل الكتاب بقلبه، وبليلة القدر العظام تحقق، وهو الذي طاق احتمال أمانة حتى الجبال بحملها تتشقق، وهو الذي دك الحصون بعزمه ولرفع باسم الله رعدا يصعق، وهو السراج المستنار بهديه للأنبياء إمامهم لا يسبق، زمرا إلى الجنات ذاك رجاؤنا، والله أكرم من يجود ويغدق، والله أكرم من يجود ويغدق. اقرأ ورتل الورق فوق مواجع، داوي الفؤاد بخير كلم ينطق، أنضخ عيونك واغتسل بهديرها، هذا الشقاء بقول طه يغرقون.